fort bin Samin Tegmentam. ماشي في البوستيريور بارت بتاعتي حاجة اسمها الأكويدكت أوف ذا ميد برين أو الأكويدكت أوف سيلفيس. أكويدكت أوف سيلفيس. هذه الأكويدكت أوف سيلفيس بتقسم لك بقى التجمنت اللي ورا ده إلى تو بارتس. الحتة اللي قدامها دي بنسميها التجمنت روبر، والحتة اللي وراها بنسميها تيكتم، وهذا التيكتم هو اللي هيحتوي على الاثنين سوبيريور كوليكولاي واثنين انفيريور كوليكولاي. هتفهم حاجة ببساطة شديدة. سبستانشيا نيجرا هتقسمه لكراس سيريبراي وتجمنت. الاكويدكت اوف سيلفياس هتقسم التجمنتم لتجمنتم روبر قدامها وتكتم وراه، والتكتم ده عبارة عن الاثنين سوبير كوليكولاي والاثنين انفيرور كوليكولاي. ماشي كلام يا شباب؟ الكراسر براي ده اللي هو الجيت بتاعة الاستراكشرز اللي هتطلع من السريبرال هيمسفير او هتنزل من السريبرال هيمسفير، هتطلع الى او هتخرج من السريبرال هيمسفير. بعد ما تعدي البونز هتطلع على السريبرال هيمسفير عن طريق الايه؟ كراس سيريبراي، وبعدين تكون داخله في الانترنال كابسول. فاكرين احنا قسمنا كراس سيريبراي الى خمس اخماس، صح؟ يا اما 3/4. الميديال فيبس بتاعك مين اللي هيمشي فيه؟ ميديال كورتيكو بالبا. ها؟ ميديال كورتيكو بالبا. ميديال كورتيكو بالبا. ميديال كورتيكو ايه؟ بالبر. بس مين اكبر باندل واخداه؟ فرانتو بونتاين فايبرز. خلاص؟ يبقى هنا هيمشي في الميديال فيفث بتاعتك هيبقى فرانتو بونتاين. صح الكلام؟ وفي الميديال ثري فيفث بتاعتك هيبقى في بتاعتك مين؟ اهم واحده كورتيكو هتبقى ايه؟ كورتيكو سباينال ثريد. كورتيكو سباينال. ماشي؟ واللاترال ده هتبقى فيه عندك مين؟ فرايتو تيمبرو اوكسيبيتو فونتاين فايبرز. مش احنا قلنا الفايبرو بونتاين الفرانتو بونتاين دي بنت ناس اللي هي كانت بتخش الانترنال كبسول وبتاخد الانتيرو ليمب والبوستيرو ليمب. بعد كده هتنزل في الكراس ريبرايد برضه هيتوسع لها مكان في الميديال ثيرد وتمشي معاها شويه كده ايه؟ ميديال كورتيكو بالبر ثيرد. اللاترال ثيرد بقيت الكورتيكو بونت سيرفيلر فايبرز، والميديال سبي فيبس بتاعتك بتبقى الكورتيكو سباينال ايه؟ ثيرد. بالنسبه للسبستانشيا نيجرا، السبستانشيا نيجرا بتاعتي بتبقى بارت فروم حاجه اسمها بيزل جانجليا. بيزل جانجليا، خدت بيزل جانجليا؟ سمعتوا عنها؟ سمعتوا عنها صح؟ collection of nerve cells inside the cerebral hemisphere. خلاص؟ control the muscle pool و coordination of the muscle movement. بس هو اكتر بتكنترول المسل pool. بتكنترول المسل ايه؟ تو و collateral movement. السبستانشيا نيجرا دي هتبقى functionally related to the basal ganglia ولكن مش موجوده في السريبرال هيمسفير، بعيدة شوية عن السريبرال هيمسفير. السبستانشيا نيجرا بيخش ليها فايبر ويطلع منها فايبر، فليها حاجة اسمها افرنت وخارج منها حاجة اسمها ايه؟ افرنت. داخل لها فايبرز وخارج منها ايه؟ فايبر. بيجي لها من السريبرال هيمسفير وبيجي لها من حاجة اسمها كوربس سترياتم. كوربس سترياتم. ايه هي الكوربس سترياتم؟ يعني اثنين من الدفعة كلها عارفين الكوربس ستريتا وخلصتوا النيورو في السيرجن؟ مش خلصتهم؟ خلصوا النيورو في السيرجن؟ ما تعرفوش الكوربس ستريتا؟ البيزل جانجليا بتاعتك فيها حاجة اسمها كوديك وحاجة اسمها ايه؟ لينتي فور من يوكس.
اسمها بروتين والانج فورم ايه نيوكلس. خلاص فالانج فورم نيوكلس بتتقسم حتتين، حاجه اسمها جلوبس باليدس وايه بيوتامين. فلما بنيجي ناخد الكوديت مع البيوتامين بنقول عليهم كوربس ايه استرياتا. في ناس تانية بتاخد الكوديت على بعضها مع الانج فورم بتقول عليها كوربس استرياتا. فالهانم دي او البنت الغلبانه دي تبع البيزال جانجليا اللي موجوده في السريبرال هيموسفير. خلاص لما بناخد سيكشن في السريبرال هيموسفير علشان بس ما تبقوش عارفين كده زي لما بناخد سيكشن في السريبرال هيموسفير بتلاقي في هنا حاجه اسمها كوديت، وبعد كده بتلاقي في هنا الطلمس، وبتلاقي في هنا اللينج فورم نوكلس، واللينج فورم دي بتبقى حاجه اسمها جلوبال فاليدس جوه وبيوتامين بره، واتفقنا ان دي تبع ايه؟ فالكوديت نيوكلس بتاعتك اصلا الكوديت بتاعتك بتبقى عامله كده، اللي هي هيد وبودي وايه، بتبقى عامله زي حرف الواو كده او كوبا شيب، هيد وبودي وايه وديل، والديل بتاعتك بيبقى في استخدام كده. كونكشن مع الحته الكبيره دي اللي هي الليت فورم نيوكلس، ده منظر البيت الجانجليا. المهم فهي تبع البيزال جانجليا، ففي سكه رايحه جايه ما بينها وما بين البيزال جانجليا. فالافرنت بتاعتك، الافرنت يعني هيدخل لها اثنين تراكس، واحده جايه من السريبرال هيموسفير او السريبرال كورتكس، والثانيه جايه من الكوربس استرياتا. خلاص اللي هتيجي من السريبرال هيموسفير هنسميها كورتيكو نيجرال تراكت. دي هتبقى الايه؟ الافرنت داخلها، وهيدخل فيها حاجة تانية اسمها استرياتو نيجرال تراكت. هتخش فيها. هيطلع منها اتنين. ايه هما؟ احنا قلنا في طريق رايح جاي، في استرياتو نيجرال، هيبقى في نيجرو استرياتال، وهيبقى في حاجه اسمها نيجرو ريتيكولار. نيجرو ريتيكولار فايبرز دي هتروح للبيز، للحاجه اسمها ريتيكولار ايه فورميشن. تقريبا قلنا في شويه نيرف سيلز اسكتر في البرين ستيم اسمهم ريتيكولار فورميشن، وليها ستيمولاتنج افكت، وليها انهبيتوري افكت على السيريبرال كورتكس او على الانتيريور هورن سيلز. او نيجرو تيجمنتال ممكن هي عشان هي رايحه للريتيكولار فورميشن ممكن نسميها نيجرو او نيجرو مينتال. نيجرو تيجمنتال دي رايحه للريتيكولار اي فورميشن. البيزا الجانجليا بتاعتي بنقول ان هي بتعمل كنترول للماسل تون والجلاندولي موفمنت، فلو حصل في ليشن في البيزا الجانجليا دي بتؤدي الى البيزا الجانجليا لو حصل تؤدي الى باركنسونيزم. باركنسونيزم اللي هو اسمه شلل العاج. خلاص اللي هو لو في ليجن عندي هيبقى في حاجه اسمها ايه باركنسونيزم. حلو الكلام. لو اعتبرنا ان هذا الليفل اوف ذا برين ستيم هيبقى ات ذا ليفل اوف ذا انفيريور كوليكتور. That's the limit of the inferior polyphenol. لو الليفل ده تحت هيبقى هنا حاجة اسمها يا رجالة inferior polyphenol. خلاص؟ وعند الليفل اوف ذا inferior polyphenol بتبقى موجودة كمان النيوكليوس اوف ذا بروكليار نيرف. نيوكليوس اوف ذا بروكليار نيرف عشان احنا طالعين من تحت لفوق. خلاص يعني المظله كان فيها 12 و11 و9 و10
البونز بتاعتك كان فيها كام؟ نص 8 و7 و6 و5 وبعد كده الميد برين فيها 4 و3 خلاص؟ فأربعة بتاعتك هيبقى سليبرالزيروكوليكولاس وهتبقى النيوكلياس بتاعته موجودة كده جوه حوالين الأكويدكت أوف سيرفيس وأول ما بيطلع النيرف بتاعك بيكروس ذا أوبوزيت سايد بيبقى عامل حاجة اسمها دورسال تجمنتال ديكاستيشن يعني اللفظ مش مرعب قوي يعني كلمة دورسال تجمنتال ديكاستيشن يعني ديكاستيشن حاصل في التجمنت من ورا السيجمنتم من ورا بتلاحظ الكلام فهنا دي هتبقى النيوكلياس بتاعي رقم 4 بروكيلر نيرف وهيكروس تو ذا اوبوزيت سايد ويت ذا اونلي نيرف ويتش ليف ذا برين ستيم فروم ذا دورسال اسبيكت وعلى كده هتبقى كل بروكيلر نيرف حد كنترول او هتسبلاي الاوبوزيت سوبيريور اوبليك ماسل صح ده الانفيريور كوليكولاس بتاعي وهذا الانفيريور كوليكولاس هيبقى الريلي ستيشن بتاع الكوليكولي باس واي اللي احنا خدناه امبارح صح؟ وقلنا ان هو has very important role in localization of the source of the sound. الافرنت بتاعته ايه والافرنت بتاعته ايه؟ ايه اللي هيدخل فيه وايه اللي هيخرج منه؟ الافرنت بتاعته هتجيله من حاجه اسمها الاوديتري كورتكس. هتجيله اولا من اوديتري ايه؟ كورتكس عشان هو انفولفد في اللعبه. بس قبل ما نقول الاوديتري كورتكس في افرنت مهم جدا اللي هو كان جزء من الباك واي اوف ذا او جزء من الاوديتري باك واي الا وهو لاترال لمنسكس. لاترال ايه؟ لمنسكس. يبقى اول واحد هيخش فيه احنا في حاجات كتيرة بس احنا بقول لك انا حتى كاتبهم عشان نختصر الافرنت والافرنت باقل شيء ممكن. اللي هيدخل فيه نمرة واحد لازم يبقى فيه لاترال لمنسكس. نمرة اتنين هيبقى اوديتوري كورتكس. ماشي الكلام يا شباب؟ بعد كده هو هيطلع لمين؟ لما في الباكوي امبارح طلعنا من الانفيريور كوليكولاس في حاجه اسمها البريكيا موجود زي الانفيريور كوليكولاس راح للميديال جينيكولوس بودي اللي انا قلت ان هو جزء من الثالاموس علشان كده كل السنسيشن لازم تعدي على مين؟ على الثالاموس. يبقى اول واحد هيخرج للميديال جينيكولوس بعد كده هيروح للسوبر كوليكولاس بعد كده هيروح للانفير كوليكولاس اوف ذا اوبوزيت سايد. ليه هيروح للسوبر كوليكولاس؟ علشان في تراك نازله اسمها تكتو سباينال تراك. تكتو سباينال ايه؟ تراك. هذه التكتو سباينال تراك جايه من التكتم اوف ذا ميد برين والتكتم اوف ذا ميد برين يحتوي على سوبر كوليكولاس وانفير كوليكولاس فما فيش الاثنين كوليكولاي مش هينزلوا مش هيجي لك فايبر من السوبر كوليكولاس وهيجي لك فايبر من الانفيرور كوليكولاس فيقوم جاي الانفيرور كوليكولاس خلوا بالك بس من الايه اللفه الصغيره دي هذا الانفيرور كوليكولاس يدي الانفيرور كوليكولاس اوف ذا اوبوزيت سايد ويدي السوبر كوليكولاس اوف ذا سيم سايد ليه بقى؟ علشان السوبر كوليكولاس ده هو اللي هينزل فايبر تبقى اسمها تكتو سباين تكتو سباين فاهمين؟ يبقى هنا ده هيبقى برضه هيودي تكتو سباينال كراك بس عن طريق مين؟ السوبير كوليكولاس. هتفهم حاجه؟ مفيش دايركت كوميونيكيشن، مفيش دايركت كونتاكت، مفيش دايركت فايبر بتوين الانفير كوليكولاس وما بين الانتيرور هورن سيلز. ولكن هو الاول يبعت للانفير للسوبير كوليكولاس والسوبير كوليكولاس هو اللي ينزل تكتو سباينال كراك. يبقى هنا هو هتبقى اول حاجه للميديال جينيكولات بودي بعد كده هيبقى في عندك للانفيرور كوليكولاس اند سوبيرور كوليكولاس احنا قلنا هيودي للانفيرور اوف ذا اوبوزيت سايد هيودي للسوبيرور بتاع الايه؟ ماشي الكلام؟ ده هتبقى الكونكشن بتاعت الانفيرور كوليكولاس
الرسمة اتملت نغيرها ولا نكمل عليها؟ اتملت؟ أنا عايز آخد ده سوبير كل يوم بس وأحط هنا ريدمي وخلص. إيه رأيكم؟ نمسك السبستانشال نقرا؟ لو خدت الميد فريم بقى في ليفل اعلى شويه، في الليفل الاعلى شويه هنلاقي فيه كوليكشن اوف نيرف سيلز. هذه كوليكشن اوف نيرف سيلز كبيره قوي وبتبقى مليانه ايرن، مليانه حديد وفيها كميه هيموجلوبين كتير قوي، هاي فاسكولار بتبقى هاي فاسكولار وفيها كميه هاي كتيرة. هذه الكوليكشن اوف نيرف سيلز بنسميها ريد نيوكليس، اسمها ريد نيوكليس. هذه الريد نيوكليس بتبقى ريليتد فانكشنالي تو ذا بيزال جانجليا زي السبستانشيا نيجرا بالظبط، خلاص ريليتد فانكشنالي للبيزال جانجليا ولكن لا تقع في السيريبرال اتموسفير ولكن نازله فين؟ في الميدل. برضه هناخد فيها اثنين افرنت واثنين ايه؟ افرنت. اللي هيدخل فيها حاجتين مهمين قوي، حاجه اسمها كونتين كوروبرا ودينتين كوروبرا كراكس. هيخش فيها يا شباب كونتين كوروبرا او كونتيكو كوروبرا، وهيخش فيها حاجه اسمها دينتيتو كوبرا. هي بتبقى الكونكشن بتاعتها مع السيريبرال هيمسفير ومع السيريبيلوم. فدنتيتو كورتيكو روبرال دي يعني مقبوله شويه، السيريبيلو روبرال شكلها مش مقبول شويه. السيريبيلوم بيبقى فيه اربع نيوكليار، يعني السيريبيلوم بتاعنا لما بناخد سيكشن في السيريبيلوم بنلاقي السيريبيلوم بتاعنا فيه اربع نيوكليار، بتبقى في واحده كبيره قوي اسمها دنتيت نيوكليوس، وفي حاجه اسمها الجلوبوز، وحاجه اسمها الفاستيجي، وحاجه اسمها الفيجيلي فورم، هناخدهم بعد شويه. التراكتير النيوكليار دي بتاعه السيربيلوم هي اللي بتبعت القفل افرنت للسيربيلوم. فممكن نقول فيستيجو روبرا تراكت، بتقول مثلا فيستيجو سيربيلوم الثلاثه تراكت، في واحده طالعه من الدنتيت نيوكليوس للريد نيوكليوس فبنسميها ايه؟ دنتيتو روبرا، يعني ما بين قوسين دي تحط كده اهو ان هي جايه من السيربيلوم. هل فاهم حاجه؟ بعد كده اهوت الاف افرنت بتاعتها بقى هتودي لفين؟ روبرو سباينر وروبرو بالبر، روبرو سباينر وروبرو ايه؟ اصل الريد نيوكليوس يا رجاله هتكونترول الجولات كنترول التون اوف ذا ماسل، هتكونترول التون اوف ذا ايه؟ مين اللي بيعمل سيميليشن انرفيشن تو ذا ماسل؟ هتبقى الانجيل هورن سيلز يا اما النيوكليوي اوف ذا كرينيال نير، موتور نيوكليوي اوف ذا كرينيال ايه؟ نير، صح الكلام؟ يبقى هي كده الريد نيوكليوس بتاعتك الفكره بتاعتها ان السيريبرال هيمسفير والسيريبيلر هيمسفير عايزين ياثروا على النيوكلاي اوف ذا كرينيال نيرف بطريقه اخرى. خلاص؟ مش انا عندنا الكورتيكو سباينال والكورتيكو بالبر. الكورتيكو سباينال بتاعتك دي الفانكشن بتاعتها اكزايتاتري. الفانكشن بتاعتها ايه؟ اكزايتاتري. انا عايز اهمد شويه او اعمل انهيبيشن شويه للفانكشن بتاعت الكورتيكو سباينال تراكت، بالرغم من ان هي اللي مطلعاها فتقول لك بس الاستيميليشن عاليه شويه. تيجي بقى واحده قاعده مود تحت كده تقول لك يا جماعه الاستيميليشن عاليه شويه، احنا هنوطيها عن طريق البيزل جانجل، هنوطيها عن طريق مين؟ البيزل جانجل. فتقوم البيزل جانجل بتاعتك دي عن طريق الريتنيوكلس تكون بعت فايبر للانجيل بورن سيلز، يا اما بعت فايبر للنيوكلس
الثانية نيرف نوع عملها ايه؟ انهبيشن. هتفهم حاجة؟ يبقى روبرو سباينال تراكت وروبرو بالبر تراكت. بس البالبر هتروح لمين؟ هتروح للنيرفات اللي سبلاي المسلز بتاعت الهيد والنيك بعيد عن العين بقى. العين فيها كام؟ 3 و4 و6. وبعد كده الطنج ليه الهايبوجلوسال لوحده محدش يقرب عنه. يبقى اللي هيتأثروا عندي فقط لا غير 5 و7 اللي هم سبلاي المسلز بتاعت البيت والنيك. ماشي كلام يا شباب؟ يبقى هنا البيت اليوكلا بتاعتك الافرنت بتاعتها يبقى ده اللي داخل يبقى اللي خارج منها نعملهم كده هتبقى نمره 1 كورتيكو قلنا كورتيكو روبرو سباينال وروبرو ايه؟ بالب روبرو سباينال وروبرو بالب. لو احنا هنا بقى طلعنا في الليفل اعلى شويه هيبقى الليفل بتاعنا هنا السوبير كوليكولاس مش الانتير كوليكولاس. السوبير كوليكولاس بتاعنا في الليفل بتاع السوبير كوليكولاس هتبقى اول حاجه عندك ان النيوكلاي اوف ذا كرانيال نيرف رقم كام؟ ها اخر واحده 4. ايه يا راجل؟ ما احنا 4 لسه واخدين الكوليكولاس في الانتير كوليكولاس. ذا ليفل اوف ذا سوبير كوليكولاس هيبقى في عندك كام؟ 3. الثلاثه بتاعتك بتطلع كده. الحته دي اللي انتر كدنكولار فاس انت متخيل مش احنا قلنا سيربرال كدنكول وسيربرال كدنكول وبينهم انتر كدنكولار فاس والكرينيال نيرف رقم 3 بيعدي من جوه الريت نيوكلياس كده يكون ماشي يطلع في الانتر كدنكولار فاس. يبقى ده هيبقى الكرينيال نيرف رقم كام؟ 3 اللي هو اوكيلوم. السوبير كوليكولاس دي هتبقى ريلي ستيشن اوف ذا فيجوال باسوي. خلاص هتبقى حته من الريلي ستيشن اوف ذا فيجوال باسوي. هيخش له برضه افرنت وهيخش له ايه؟ افرنت. اول افرنت هيخش له جاي له من الريتنا. جاي له من الريتنا. تاني افرنت هيجي له من الاوكسيبيتال كورتكس او الفيجوال كورتكس. بعد كده هيجي له افرنت تاني منين؟ انتوا لسه عارفينه دلوقتي لو انتوا صاحيين معايا. من الانفير كوليكولاس صح الكلام؟ يبقى هنا هيجي له من السباينال كورد كمان وهيجي له من السريبرال كورد وهيجي له من الفيجوال اريا وهيجي له من الريتنا وهيجي له من الانفير ايه كوليكولاس. هيبقى خمسه علينا كتير فنتكلم هنا بس فقط اثنين كفايه ان احنا نحفظ اثنين سباينال كورد والاوكسيبيتال كورد. سباينال كورد وايه؟ واوكسيبيتال كورد عايزين تزودوا الانفيرور كوليكولاس ماشي مش عايزين مش مشكله. يبقى هنا هيخش له من السباينال كورد. السباينال كورد دي تراكت هيبقى اسمها ايه يا رجاله؟ ها؟ سباينال ايه؟ سباينال تكتل. فاكرين قلنا سباينو تكتل وتكتو سباينال سباينو فيستيبولار وستيبولار سباينال سباينو ريتيكولار وريتيكولو سباينال. فدي هتبقى سباينو ايه؟ تكتل كوريكس. بعد كده الثانية هتبقى من الاوكسيبيتال كورتكس اللي هي الفيجوال كورتكس وممكن نقول الانفيرو ايه؟ كوريكولاس كمان. هيطلع لي المين بقى الانفيرو كوريكولاس ده؟ أول حاجة تطلع لللاترال جينيكولاس بوتس. لو أنا مش كاتبها فوق نكتبها كده أهو لاترال جينيكولاس بوتس بتاعت الإيه؟ الفيجن. بعد كده هو هينزل بقى للسباينال كورد وهينزل للموتور نيوكلياي أوف ذا كرينيال نيرف رقم كام؟ 3 و4 و6 لأن ده ريليتد للفيجن. ده ريليتد لمين؟ للفيجن. فالنيوكلياي أوف ذا كرينيال نيرف اللي بتسبلاي العين اللي هو او الكرينيال نيرف اللي سبلاي العين هتبقى رقم كام؟ 3 و4 و6. انما 5 و7 دول خلاص راحوا من الانفير كوليكولاس. انما ده هياخد 3 و4 و6 يبقى هيطلع للاترال جينيكولاس بودي وهيطلع تيكتو سباينال وتيكتو ايه؟ اللي
هي هتبقى النيوكلويد بتاعه 3 او 4 2 بالغ انا كتبت كوبرا تيك تو بالغ البرين الميد برين بتاعي طبعا في سندروم كتيرة في حاجة اسمها ويبر سندروم وحاجة اسمها بيلي سندروم مدام سندروم ان شاء الله مع الدكتور رابط او الدكتور حاجة اسمها نيورو اوكسالمولوجي نيورو اوكسالمولوجي مش الاوكسالمولوجي العادي بقى في نيورو اوكسالمولوجي زي اللي شايف النيوكلاي بتاع الكريتيا اللي هي الكابسي اللي هو رقم 3 او 4 او 6 دول محطوطين في الميد برين ومحطوطين في البون فلو حصل في مشاكل في الميد برين وفي البون هيبقى في مشاكل في الاوكسالمولوجي يعني هنا مثلا تخيل انت عندك ايه هنا فور اكزامبل عندك هنا مين كورتيكو سبايك صح في ساعات في سندروم بياخد النيوكلياس بتاع الاوكيلوموتور نيرف مع الكورتيكو سباينال تراكت ايه اللي هيحصل فيه؟ ايه يا جماعة انتوا هو انا بقول الغاز ايه يا ابني انت وهو لا يا راجل هيصير شلل في ايه ده؟ اسمه ايه بقى الشلل؟ ده الشلل ده كلمة الشلل دي بقولها في كلية الشريعة والقانون واللغة العربية انا قدامك ان هو يعني السيلف ليرنينج اللي انتوا يعني هيتطبق من السنه الجايه وانا بقول الغاز لو شلت الاوكيلوموتور نيوكلاس وشلت الكورتيكو سباينال تراك ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل يا مصطفى؟ نيوكلاس بتاع الاوكيلوموتور لو طارت ايه اللي هيحصل؟ الفيجن هو لو كيلومتر ليه دعوه بالفيشن؟ هتروح عضلات العين ما عدا اللاترال ريكتس ومين؟ والسوبيرو وبيك. هل اللاترال ريكتس والسوبيرو وبيك دول هيشتغلوا لوحدهم؟ مش هيشتغلوا لوحدهم، يعني واحد هيعرف يودي عينه كده بس هترجع ازاي؟ هترجع ازاي؟ مش بترجع بالميديال ريكتس؟ مفيش ميديال ريكتس. السوبيرو الاوبليك بتعمل ايه؟ لتحت والجوه. هتعرف تطلع لفوق ولبره اللي بتبقى بالانفير والبليك اللي سبلاي بالاوكيلوموتور يبقى بيحصل في حاجه اسمها اوكسالموبليشيا حاجه اسمها ايه؟ اوكسالموبليشيا والكورتيكو سباينال تراكت لما بتطيق بيحصل ايه؟ هيموبليشيا كابسولا هيموريس اللي فيها الكورتيكو سباينال تراكت بتطيق بيحصل فيه هيموبليشيا هنا حصل فيه كروسنج ولا لسه ما حصلش؟ الكروسنج بتحصل فين؟ في المظله تحت لسه فدي لسه ما حصلتش صح الكلام؟ فلما هتحصل يبقى هتروح الناحيه الثانيه هيبقى في عندك كونترا لاترال هيم بليشيا وابسي لاترال لور موتور نيورون ليجن الاوتوموتور او اوكسالم بليشيا. اللي بيبقى عنده كونترا لاترال هيم بليشيا واوكسالم بليشيا بيبقى سندروم كده هو بنسميه الويبر سندروم. طب افرض ان هي خدت الاوكيلوموتور مع الريد نيوكلس بس في كده ثرومبوزس او في ليجن هياخد الاوكيلوموتور مع الريد نيوكلس بس هايبر كاينيز هيحصل فيه حاجه اسمها هايبر ايه كاينيز يعني المصري بتاعتك هتبقى اوت اوف كنترول من البيزل جانج البيزل جانج هي في فايبر انتريكتوري فايبر فدي هتبقى اوت اوف كنترول من هذه من هذا الافكت فبيحصل في حاجه اسمها ايه؟ هايبر كاينيزم. لان البيزل جانجليا بتاعتك فيها حاجه اسمها كوديت والانتيفورنيوكلياس وفيها ايه ال كوديت والانتيفورن والبيزل والسبستنشيا نيجرا وفيها الريد نيوكلياس. خلاص؟ بتعمل حاجه اسمها الكوريا خدت الكوريا والاسيتوزيس والباليزموس ولا ما خدتوش الحاجات دي؟ الا ده انت ومش الفل عليك يا شباب يا شباب فين النوم في السولف؟ يلا انت يلا نايم انت اصحى اصحى صباح الفل خلاص فالسكنوم دي كلها يعني انا مش هرخم عليك وهقول لكم تعرفوا اساميهم والويبر مين والباني والبنفيت مين وفي في الفونز في حاجه اسمها الفونز والكلام ده بس بقول لكم يعني انت يعني الانفورميشن اللي انت بتاخدها من غير ما تشكل
يا جماعه انا كل شويه اقول لكم ان انا بعرف الاناتومي ده. طب بتهني انا يعني حد يقول لي استفاد حاجه من القرف اللي انا بقوله؟ الا استفاد لي ايه؟ استفدت ايه من القرف اللي انا عمال اقوله؟ وسكشن في السوبير كوليك في الليبرا وفي السوبير كوليك وسكشن في الانفير كوليك وماجي ليبرا. ما هي درجه الاستفاده اللي خرجت بيها؟ يعني هنا يا شباب زي ما قلت لكم فاكرين الاوبن مدلة لما خدنا فيها السكشن؟ السكشن بتاعت الاوبن مدلة ده سكشن بشع. يعني عمال اقول لك هنا سباينال تراكت ونيوكلس اوف تراجيمينال نيرف نيوكلس امبيجيوس نيوكلس تراكت سيمتينيوس سباينال لمنسكس مش عارف ميديال لمنسكس ميديال. ايه الهم التقيل ده كله؟ ليه يا شباب بعرف الكلام ده؟ عشان بقول لكم لو حصل في الحته دي يبقى في كذا وكذا وكذا. يعني انا دلوقتي لما يجي واحد يقول لك يا ابني الميد برين ده ممكن ايه اللي بعد يحصل؟ الميد برين بتاعك ده ايه اللي ممكن يحصل فيه؟ والله ممكن تقول له ما تقعدش زي طول الله برسيمه كده يعني، وما تقعدش زي الكرسي اللي انت قاعد عليه عيب يعني ايه؟ شغل خلي مخك اشتغل. والله في حاجه اسمها يعني ريد نيوكلاس والاوكلومود وفي كراس الكلايبياس وفي سبانيال تراك موجوده. فالكراس الكلايبياس لو طار هيبقى فيه ميبليجيا. لو النيوكلاس بتاعت الاوكلومود طارت هيبقى فيه اوكسال ميبليجيا. لو الريد نيوكلاس طارت هيبقى فيه عندك مين؟ هايبر كاينيز. البونس دي احنا خدنا فيها ليجن قلنا بس فقط لا غير عندك مين؟ قلنا البونتان هيم ركزنا عليه. بس مثلا يقول لك بس البونتان هيم مش بتحصل في البون؟ قول له لا عادي جدا. ممكن لو حصل في التجمنتال باركس او في البيس سبونتيس في الكورتيكو سباينال تراك ماشي هيبقى عندك ايه؟ كونترا لاترال ديميبليجيا. لو خدت رقم 6 او رقم 7 هيبقى في عندك لور موتور نيورون ليجن اوف ذا ابيوسنت نيرف او لور موتور نيورون ليجن اوف ذا فيشال نيرف. صح الكلام؟ ولو خدت الترايجيمينال نيرف هيبقى لور موتور نيورون اوف ذا ترايجيمينال. ما تغلطش كده ها؟ ما تغلطش كده. خد يعني ايه شغل البتاع الفهامه اللي فوق. في بقى سجل المحاضره الثانيه سيربيلوم، وهذا السيربيلوم في الحقيقه انا بقالي كذا سنه بشرحه من الباوربوينت بس من السلايدز. بقالي كذا سنه بشرحه من ايه؟ من السلايدز لانه معمول بطريقه في منتهى الجمال. ودي كانت بصراحه انا برضه بعترف مش انا اللي عامله ولكن عجبني جدا، وانا استاذنت الجروب اللي عاملاه ان انا استعين بيه في التدريس. شفتوا يعني هو كانت جروب عاملاه سيمينار زي ما انتم بتقولوا عليه ها السيمينارات اللي انتم شغالين فيها دي. فالجروب ده عمل سيربيلوم تحفه بصراحه، بذلوا فيه مجهود. اي نعم هو في كلام كتير مكرر وكده بس خلاص على قدهم يعني مش هنعلق لهم الايه؟ المشكله يعني مش مشكله. ولكن يكفيهم شرفا بصراحه يعني ان انا بدرس منه. يعني عشان انا ادرس منه يبقى ده اكيد وصل لمرحله ان انا خلاص يعني هقول ايه تاني غير اللي اتقال. على راي عادل امير ماذا اقول في المعقيله ولا استطيع ان اقول اكثر من المعقيله يعني كان طالع محامي ورايح رافع فوضية بس ما نامش طول الليل من أم حماته ومراته ومحضرش القضية فرايح قدام القاضي بقى كده واقف مش عارف يقول إيه. قاعد يقول لهم ماذا أقول في مقيلة ولا أستطيع أن أقول أكثر من مقيلة ولا أستطيع أن أقول أي كلام في أي كلام أي هبل في أي هبل كده. فالمهم يعني إيه بالنسبة للسيريبيلم طبعا هنا مفيش حد معانا في بتاع السلايدز راح اجيبها امبارح عندك ده انت النهارده هتاخد 10 ريال بس هتروح بره لسه القاعه استنى بس القاعه جنبنا اه يلا والله اللي تجري بس لا الله يهديك كنت عايز ال يلا كويس احسن من بالنسبه للسيرفيلا بتاعنا المفروض هو
هيبقى موجود في الدوسير ترينير فوس. خلاص في الدوسير ترينير اللي حطوه في المحاضرات العملي كده حطوه فين؟ في العمل. مين اللي ورايا؟ طبعا هنا ده بيبقى عباره عن البيت بتاع السكال دي كرينيا كابتي وده بيبقى من الكرينيا الفصة دي هيبقى من الكرينيا الفصة ودي تصير كرينيا الفصة. فهنا السيربيلم بتاع بيبقى نايم فين؟ تصير كرينيا الفصة وبيبقى ريكتد تو كفرت من فوق حاجه اسمها تنسوريوم سيربيلاي صح الكلام؟ بيبقى بوستيرولي بيبقى فيه ساينس ماشي بالعرض كده اسمه ترانسفيرس ساينس. وعلى اللاترال بيبقى فيه ساينس هنا اسمه سيجمويد ساينس. وبعدين العقد الماضي من بره فيه حاجه اسمها الماستر بروسيس. وهذا الماستر بروسيس جواه اير سيلز. اير سيلز. خلاص؟ وبتبقى كومينيكيت مع التوسير مع الميدل اير بحاجه اسمها الماستر انتروب. حاجه اسمها ماستر اير انتروب. خلاص؟ في كومينيكيشن كده ما بين الميدل اير وما بين مستود إرسلس حاجة اسمها مستود أنتروم وبتبقى ليه بيوزا سيكون ساينس يعني السيربيلوم بتاعك لما بيبقى نايم في التوستير فرينج الفصة في كده بيبقى ريليتد لاترالي. طبعا هم فرحانين قوي بقى بالحاجات اللي حاطينها وكل لما يلاقوا حاجة يقوموا حاطينها زيادة. زي في واحد جالي امبارح عشان يوريني الحتة بتاعت السيمينار اللي هو هيقولها فهو بقى ما شاء الله يعني عنده وقت وعنده وقت فاضي والسيمينار كل شويه يتأجل فعمال يقرا ويتبحر يقرا ويتبحر يقرا ويتبحر ويضيف الى ان وصل لدرجه ان المعلومات اللي جابها اقوى من الدكاتره والطلبه اللي هتقعد تسمع السيمينار. جاب حاجه هايلي 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 سبيشاليزد حتى جاب اسامي بتوع الاناتومي ولا الطلبه هتعرفهم. هم برضو نفس الموضوع قعد كده يعيد في ايده والكلام ده. فهنا دي طبعا هيبقى ادي سيربيلر نايم في الدوسير برجل القصه هيبقى من فوق في حاجه اسمها الايه تنتوريوم سيربيلاي ومن ورا هيبقى في ماسكوت انتروم. خلاص دي هتبقى حته فوق كده من من الديورا اسمه التنتوريوم سيربيلاي هيبقى في عندك حاجه اسمها ايه؟ البرين ستيم الميد برين والبول والبابا والجاتا. طبعا هنا بيبقى فيه قدامه حاجه اسمها الكونز والمظله والبروجاتا وبيبقى فيه بينهم كافيتي حاجه اسمها الايه الفورث بيلر. السيربيلم بتاعتك بيبقى اثنين سيربيلر هيمسفير كل سيربيلر هيمسفير بيكونترول الابسي لاترال سايد اوف ذا بودي على عكس السيريبرال هيمسفير. ناخد بالنا من الحته دي كويس دلوقتي. السيربيلر هيمسفير كنترول الابسي لاترال سايد اوف ذا بودي مش الكونترا لاترال سايد اوف ذا بودي زي مين؟ زي السيربيلر هيمسفير. وبعدين هنا السريبرال كورتكس بتاعتك بتبقى من بره والمظله من جوه برضه زي السريبيلا. ولكن هنا السريبرال كورتكس السريبيلا كورتكس بتاعتك بتبقى المساحه اللي هي متاحه ليها في البوستيريور كرينيال فوسا غير الحته بتاعه السريبرال هيمسفير اللي في تحت البوت اوف سكال. يعني الاثنين سريبيلر هيمسفير مزنوقين في البوستيريور كرينيال فوسا وهو عايز يبقى له سيريبيلر كورتكس كبير قوي. السيريبيلر كورتكس لما عايز سيرفيس اريا كبير عمل ايه؟ سالكاي والجيران ماشي. هنا بقى عمل سالكاي والجيران بس بهاي ليفل شويه يعني بهاي فريكونسي شويه فقامت الشكل بتاعه بقى عامل زي ما يكون شرايح كده فوق بعضها او فويل فويلز فوق بعضها فويا 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 عامله زي مين؟ عارفين الرادياتير بتاع العربية؟ الرادياتير
بتاعت الريكا بيبقى شرايح كده او المكيف لما تشيله بطل بتاع المكيف فيه شرايح كده اهو. فالشرايح بتاعتي دي كده شايف كتيره ازاي؟ شرايح كتيره اسمها سيربيلا فوليا كتيره 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 كده. كل دي جراي ماتر داخل فيها الوايت ماتر. شايف الوايت ماتر كده متشبع من ايه؟ متشعب جواه. المنظر ده يشبه ايه؟ شجر. عشان كده ده بنسميه اربور فيتي سيربيلاي. اسمه اربور فيتي سيربيلاي اللي هو منظر الوايت ماتر بتاعتك دي وهي داخله جوه الايه؟ السيربيلاي. دي الريليشن بتاعتك السيكوال ساينس والترانسفير ساينس والموسيكتال ساينس. ادي السيكوال وانا شرحه برضه ايه الجروس بورفولوجي بتاعت السيربيلر بتاعتك. احنا المفروض بيبقى في عندك اثنين سيربيلر هيمسفير سيبريتد فروم ايتش اذرز في الميدل لاين ستراكشر اسمه الفيرمس. الفيرمس ده لو شفته من على السوبيرو سيرفيس بنسميه سوبيرو فيرمس. لو قلبت من تحت بسميه انفيرو فيرمس. فهو فيرمس واحد ها مش اثنين فيرمس مش سوبير وانفيرو لا ده بيبقى الاثنين سيربيلر هيمسفيرز كونكتد تو ايتش اذر اكروس الميدل لاين بالسيربيلر تيشو. وهنا يختلف عن السيريبرال. السيريبرال بيبقوا كوميونيكيتد وذ ايتش اذر اكروس الميدل لاين بفايبر اسمها اوميشرال فايبر اللي هي البندل الكبيره قوي او الاكزامبل الكبير من الكوميشرال فايبر اللي هي الكوربس كالوز. فالسيريبرال هيمسفير كونكتد باي كوميشرال فايبر. انما السيربيلر هيمسفير كونكتد بسيربيلر تيشو. وهذه السيربيلر تيشو تدعى فيرمس. وهذا الفيرمس ليه فانكشن معينه. وهذا الفيرمس لو حصل فيه ليجن بيحصل فيه حاجه اسمها فيرمال سندروم او السندرومز او الساينز والسيمتومز اوف ذا فيرمال ليجن. غير السيربيلر هيمسفير يعني السيربيلر من على الجناب لو حصل له حاجه بيبقى فيه سندروم معينه. ولو اتاخد الميدل لاين بتاعنا او الفيرمس بيبقى له ساين معين. فبيبقى ان هو ان بتوين الاثنين سيربيلر هيمسفير بيبقى في عندك فيرمس. الموست انتيريور بارت اوف سيبير فيرمس المفروض بنسميه ايه؟ لينجولا. فالسيربيلر هيمسفير بتوعنا الابر سيرفيس بتاعتك بيبقى سموث او فلات وجاست اليفيشن في الميدل لاين بس. ومن قدام الاثنين سيربيلر هيمسفير المفروض بيبقوا سيبريتد بحته نوتش كبير كده اسمه انتيريور سيربيلر نوتش. ومن ورا النوتش اسمه بوستيريور سيربيلر نوتش بيبقى نار. يعني هنا اهو من قدام الاثنين سيربيلر هيمسفير بيبقى في بينهم نوتش. ده مش سباينال كورد ها. بيبقى في ورا حاجه اسمها بوستيريور سيربيلر نوتش بيدخل فيه الفرق السيربيلاي. ومن قدام في نوتش بيدخل فيه ايه؟ البونز والمجلة والمجلة. في النص كده بيبقى في عندك الفيرمس. وهذا الفيرمس السوبيريور فيرمس النص هتشيل بارت بتاعته بتبقى اسمها ايه؟ لينجولا. على السوبيريور سيرفس بيبقى في فيشر كده اسمه فيشر برايما. كل ما هو انتيرو الفيشر برايما اسمه انتيرو لوب. كل ما هو خلف الفيشر برايما وتحت الفيشر برايما بنسميه بوستيريور لوب اوف سيربيلا. يعني في فيشرز كتيره موجود. مستعجلين ولا كمل؟ هل في مشاكل لو اتاخرنا شويه؟ عايز اخلص بالكلام صح؟ في مشاكل ولا نكمل؟ كمل؟ والله اللي بيقول كمل ده اكيد برضه طالب زيكم بيتفرج. لا يا دكتور احنا خمسه جروبات قلابات مختلفه، خمسه جروبات قلابات مختلفه. حد بيطردكم؟ انا في ميلاد. انا في ميلاد. مين تاني؟ سوبر ماركت؟ سوبر ماركت. استغفر الله العظيم.